استاذ محمود، هبدا بحضرتك. لو هتحط مانشيت للتحكيم في مصر، مانشيت صحفي، هتقول ايه؟ غياب الضمير. غياب ايه؟ الضمير. يا نهار ابيض. لا لا انا همشي. انا ايه بمشي بدري. عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. قرار قاضي الملعب بيبقى اخطر من قرار قاضي المنصه. لانه ده في لحظه، في ثواني، عاوز قرار دلوقتي. هو يعني موقفه صعب. التاني بياخد وقته وبيدرس وبيذاكر وبيعمل وبتاعه وقافل على نفسه، محدش يقرب منه. التاني بصراحه اذا لم يمتلك شخصيه قويه صنعها لنفسه، واقف مع المساعدين بتوعه وما بصش شال الالوان من وشه، مش عارف يكمل. طالما وضعت دخلك الالوان باختلافها هتدفع انت الفاتوره. يعني ما تعتقدش مثلا هتجامل الاهلي او هتجامل الزمالك انك هتعدي من الباقي، لانه ربنا شايفك. صحيح. هيحاسبك، هتيجي تقع وقعه مش هتقوم منها. اذا لم يكن لديك ضمير وعندك هدف ونجاح وصلك تنجح، مش هتنجح. ولذلك اعدادنا وتاريخنا في التحكيم معروفين بالاسماء يا كابتن اسلام. احنا عندنا حقب تاريخيه في التحكيم. حقبه بدات 34 باول ظهور كابتن محمد يوسف، كان حامل رايه كاس العالم في ايطاليا، كان فيها مصر. وكان كان مساعد، وكان من وقتها من حق المساعد يبقى حكم ساحه. القانون كان بيسمح له. بعد ظهور كابتن محمد يوسف اختفى التحكيم المصري 32 سنه. لم يظهر الا سنه 66 في مونديال انجلترا. مع العملاق الكبير اللي ولد على دي التحكيم كابتن علي انديل. كابتن علي انديل اول واحد عمل اثنين مونديال 66 و70. وكان ليه مباراه شهيره مع المكسيك وسلفادور، وكانت مباراه من اكبر مباريات، كانت سنه 70 بعد نجاح وتالقه في سنه 60 الاتحاد الدولي يرقد فيه. فجابوا للمباراه دي، كان مباراه فيها سأرية ودم وفيها ناس ماتت، لكن كان عنده شخصيه في الملعب. بعد كده من بعد 70 اختفى من التحكيم المصري 8 سنين. رجع في 78 على يد العملاق رحمه الله عليه الحاج مصطفى كمال محمود. عمل مونديال وعمل نهائيات وحكم لالمانيا وعمل ماتشات كبيره جدا. رجعت الذاكره شويه، جددت كده صنفرتها كده الحدوته. غبنا 10 سنين كمان حقبه اهي. رجعنا بجمال الغندور في 98، عمل مونديال فرنسا 98 وعمل مونديال كوريا 2002 اللي كانت فيها الازمه الشريف في مباراه السيمي فاينل ما بين كوريا واسبانيا، وهدف وهدف مباراه سيمي فاينل مباراه سيمي فاينل وحصل فيها ما بين الاثنين الازمان، حصل فيها يعني حاله من اللخبطه. بعد كده جه كابتن عصام الفتاح باربع سنين، فمونديال المانيا 2006 ادار مباراه واحده وروح بعد المباراه. بعد قرار هدف صحيح لليابان وكانت نتيجه 0-0 هو ما حسبهوش، وبعد كده حصلت مشكله. ثم اختفى التحكيم المصري 12 عاما وعاد في 2018 مع كابتن جهاد جريش. ونحن النهارده في 2022. بدايه جديده باستثناء كابتن محمود ابو الرجال، وكابتن محمود ابو الرجال يمكن راح مونديال 2022 بدعم من مجموعه الحكم الجنبي بكاري جسامه وناس تانية من بره شافت انه حكم واعد صح. ده المنظر اللي يخليك ايه تحكي فيه مع الناس دي. راح مثلا كابتن وجيه احمد حامد رايه مع جمال الغندور حكم معاه كذا مباراه. ممكن يكون في ناس تانية راحت انا يعني ناسيها، لكن لما تبص على المنظر انت فوق وبدات تعمل كده، بدات تعمل كده. خطوره الامر انه الناس اللي تولت المسؤوليه في الفترات اللي هي ما بين بدايه من التسعينات و98 و2000 و2000 بدات مستوى التحكيم ياخد جانب انحيازي وفرق، كل واحد اصبح له فريق بيدافع عنه. اهم حاجه تبقى من ضمن الشله، اذا لم تكن لك شله فلن تنجح. طيب. حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان.